بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم جميعا في هذا المساء وافتتاح الدوري السعودي للسيدات، الدوري الممتاز للسيدات في هذا الموسم. الحامل اللقب فريق النصر يستضيف فريق الرياض في الجولة الأولى، والفريق الذي كان قد استعد جيدا لهذا الدوري هنا الانطلاقة والصافرة. نحن في ملعب الرمز، ملعب صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن سعود يرحمه الله في العاصمة السعودية الرياض في غرب العاصمة. هذا المعقل النصر، معقل الأساطير، معقل الفريق الذي يعتبر أول عالمي في آسيا. والحديث عن سيدات النصر في اللاتي حملنا اللقب في الموسم الماضي، وها هنا الآن يدافعنا عن اللقب الذي كنا قد تحصلنا عليه في الموسم الماضي. هذه 21 كانت في الصورة، مريام دي أونا اللاعب الأسبانية والتسديدة إلى الحارس سليم فريق الرياض، ولكن ما زالت فريق النصر ضاغط الآن في المحاولة ممتازة في المرور. هنا الكرة في المعارة والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب، رائعة التسديدة من ميسة جبارة القائدة اللاعبة الأردنية، سددت الكرة بشكل. هذه اللاعبة الدولية في الأردن، شاهد المهارة لهذه اللاعبة، لديها خبرة 34 سنة، وسددت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. كانت هذه أقرب الكرة الجزائرية، ولكنها اختارت التكون مع الجزائر. هنا الدخول والكرة والهدف الأول، ضاعت على الميساء جبارة، ولكن نشاهد الإعادة بها كل الإفادة. أن التمرير رائع، لم يكن هناك تسلل لميساء جبارة التي تقدمت، كان بالإمكان أن تمر من الحارس، ولكن هنا استلام الكرة من لينا بوساحة الجزائرية التي كانت صنعت الكرة الماضية. هناك الخطأ فيما يبدو موجود لفريق الرياض، ولكن هنا الدخلة والتسديدة، هنا الركلة زاوية، ركلة جزاء نعم لصالح فريق النصر. بارك الصيعري في هذه المباراة مستوى كبير. هذه لينا أبو ساحة، هل كان هناك خطأ على لينا في هذه الكرة؟ ولكن بارك الصيعري في التدخل، ويبدو لمسة اليد نعم موجودة. لاعبة التي كانت قد ولدت في فرنسا، مثلت بعض الأندية هناك نونت، وهنا الكرة في التسديدة والهدف الأول، الهدف الأول للنصر. النصر يسجل، العالم يسجل الهدف الأول. تسجيل، يفتتح التسجيل لين أبو ساحة، هنا التسديدة وفي الكرة في المرمى. أبدعت سليم حسين في صد الكرة، ولكن الدفاع والمتابعة كان بطيئا، وبالتالي إلى أمنيات ناتو. إيزابيلا في المرور، تمريرة في الممتازة في الانطلاقة كانت من ميسة جبارة إلى مباركة، مباركة تمرر والهدف الثاني، الثاني لسيدات العالم، يسجلن الهدف الثاني. دلال عبد الشافي ومباركة الصيعري اللاعبة الدولية، لاعبة منتخبنا السعودي للسيدات التي مرت الكرة، نعم اسيست ممتاز، ودلال سددت الكرة بشكل ممتاز. إذن هدف ثاني لفريق النصر، سيدات النصر. إلى الكرة إلى أسيل صالح، أسيل في العرضية الممتازة لينا، والكرة ضائعة سليمة، ممتازة أسيل صالح في سواء الفريق الأول فريق A وحتى فريق B بالنسبة لسيدات ملقا. ولكن هنا التسديدة، الحارس سليمة إلى خارج أرضية الملعب. في معسكر مربية كان لسيدات فوز سيدات ملقا في اللقاء الثاني ب4-1، اللقاء الثالث فوز سيدات النصر على ملقا ب 5-3. بعد ذلك آخر لقاءات هنا الانطلاقة والهدف الثالث، مباركة ضاعت، أرادت أن كرة وتصنع بالنسبة للكرة. نشاهد مباركة الصيعري أرادت أن تستخدم المهارة وتمر من الحارس، ولكن الكرة إلى خارج أرضية أيضا كرة القدم. هنا أسيل رائعة في التدخلات العرضية، هنا الممتازة، رائعة والأسيل
هدف لنا أبو ساحة. أسيل صالح أسيل أسيل هذه المرة في الأسيست والفرحة، والفرحة كما نشاهد إذن الهدف الثالث، الهدف الثالث في هذا الموسم حامل اللقب. نشاهد أسيل صالح في العرضية والتحرك الممتاز، نشاهد العرضية الرائعة، ولينا بوساحة اللاعبة الدولية الجزائرية تسدد الكرة في الشباك. الهدف الثاني الشخصي فريق النصر في المرور ميساء، هذه الكرة إيزابيلا والتسديدة والتسديدة والتمرير والهدف الرابع، الهدف الرابع، الهدف الرابع. إذن سيدات العالم يسجلنا الرباعية، إذن رباعية، رباعية لفريق النصر في مرمى مدرسة الوسطى في مرمى فريق الرياض. هذه ميساء جبارة اللاعبة الأردنية أو إيزابيلا، إيزابيلا عفوا البرازيلية، والصناعة ممتازة ممتازة. الموجود التسلل الموجود هنا الصافرة، ونهاية الشوط الأول، ونهاية الشوط الأول كما نشاهد. أربعة للأشياء منها للاعبة لينا بوساحة، هاتريك ثلاثة أهداف هذه اللاعبة، واللاعبة أيضا دلال عبد الشافي سدي أربعة أهداف كانت بالواسطة لينا بوساحة، سجلت هاتريك، وأيضا اللاعبة دلال عبد الشافي اللاعب رقم 12 كانت قد سجلت الهدف الثاني، وبالتالي أربعة أربعة للأشياء. هنا بداية وافتتاحية الشوط الثاني، محاولة غادي حمادي في التمريرة ممتازة لعبد مبارك الصيعري، والتسديدة والحارس والدفاع، والدفاع لبعد لبعد التمريرات. هذه اللاعبة التونسية غادة العيادي، غادة في المرور ممتاز، في المرور البحث العرضية الآن، خطرة من يقابل ومن تقابل، والتسديدة ودلال، التسديدة ليست دلال، هذه التسديدة كانت من اللاعبة ميساء جبارة العيادي اللاعبة الدولية التونسية. نشاهد كيف استقبلت الكرة، كانت ممررة بشكل رائع من اللاعبة أفضل اللاعبات الحديث عن لينا بوساحة. هنا غادة العيادي في العرضية واستقبال الكرة من ميساء جبارة، وهبا في المرمى الكرة في الشباك. هذا الهدف ربما يسأل نعم سليمة تازل مباركة التي اتجهت هنا، الكرة في المحاولة في الدورات ممتازة لينا بوساحة، لينا في الأرضية، والهدف السادس، الهدف السادس لمباركة السيارة التي ساهمت في بناء الهجمة بعد خروج الأردنية ميساء جبارة. هذه الصيعري كانت في الكرة مباركة للينا بوساحة، عادت الكرة ومرت بعد ذلك مبارك التي أكملت المشوار وسددت الكرة بالقدم اليسرى، القدم الغير قوية بالنسبة لمبارك الصيعري، ولكنها وضعت الكرة كلاعبة محترفة رائعة بالنسبة لمريم. مريم إلى خلود، كرة ممتازة، لا يوجد تسلل، خلود عليها أن تسدد من هنا، ولكن ولكن السقوط. واجم فريق الرياض، نشاهد الانطلاقة من مكان صحيح فيما يبدو، نعم من مكان صحيح، ولكن نشاهد التدخل، هل من أسيل صالح؟ هذه أسيل حاولت، ولكن نعم اللاعبة والحارس ريم البلوشي تمكنت من الكرة، تمكنت من الكرة، كان هناك دهس على الجمهور العالمي وأسعد محبي وعاشقي الأصفر البراق العالمي كما يلقب، وسيدات العالمي إذن يحققنا الثلاث نقاط وستة أهداف، وبشباك نظيفة مع هذا المدرب السعودي الحديث عن عبد العزيز العلوني، المدرب الشاب الذي يقود سفينة النصر للسيدات في صدارة الدوري في الجولة الأولى. بقية المباريات في الدوري ستأتي تباعا، ولكن الحديث عن صافرة الحكم الذي أطلق الصافرة الآن بانتصار ونهاية هذه المباراة. النصر يحقق أول ثلاث نقاط إذن في هذا الدوري، أول ثلاث نقاط لفريق النصر، ألف مبروك للعالمي، وحظ أوفر لمدرسة الوسطى لفريق الرياض في اللقاءات القادمة، وتحية طيبة لكم جميعا ولقاءات أخرى، ومساءكم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.